صفحة 24 من كتاب الطالب ماد ماك. Read the story. اقرأ القصة. This is Mad Mac. هذا هو Mad Mac. Hello. مرحبا. I live there. أنا أسكن هناك. I work here. أنا أعمل هنا. Shed. كوخ. I enjoy my job. أنا أستمتع بعملي. I make things. أنا أصنع أشياء. New things. أشياء جديدة. Like this. مثل هذا. And this. وهذا. I invent things. أنا أخترع أشياء. I'm an inventor. أنا مخترع. ماكس روبوت. روبوت ماكس. What is Zed doing? ماذا يفعل زد؟ روبوت اسمه زد. What has Zed done? ماذا أنهى زد؟ جملة بزمن المضارع التام تكون من has زائد الفاعل زائد تصريف الثالث للفعل do. صفحة 26. The Hungry Fox. الثعلب الجائع. Read the story. اقرأ القصة. And answer the questions. ثم أجب على الأسئلة. Why did the fox want to find the chickens? لماذا أراد الثعلب أن يجد الدجاجات؟ One day, يوما ما, a fox was looking for food. الثعلب كان يبحث عن الطعام. On a farm, في مزرعة. He saw, هو رأى, a bird, طائر. On a shed, على كوخ. Hello, مرحبا. Said the fox, قال الثعلب. I'm hungry, أنا جائع. Have you seen the chickens? هل رأيت الدجاجات؟ No, I haven't. كلا, لم أرهم. They're my friends. هم أصدقائي. Go away. اذهب بعيدا. Said the bird angrily. الطائر قال بغضب. The fox saw some meat. الثعلب رأى بعض اللحم. Under the bird's foot. تحت قدم الطائر. Can I have some meat? هل أستطيع الحصول على بعض اللحم؟ Please, رجاء. He asked politely. هو طلب ذلك بصورة مؤدبة. I'm very very hungry. أنا جدا جدا جائع. I haven't eaten today. لم أأكل اليوم. أيضا جملة بزمن المضارع التام منفية. فاعل have not eaten تصريف الثالث مال eat تكملة الجملة. What did the fox tell the bird? ماذا أخبر الثعلب الطائر؟ Do you believe the fox? هل تصدق الثعلب؟ No, you can't. كلا لا تستطيع. It's mine. إنه لي. Said the bird. قال الطائر. The fox thought for a minute. الثعلب فكر لدقيقة. Have you sung today? هل غنيت اليوم؟ Asked the fox slowly. الثعلب طلب ببطء.
I haven't heard you. لم أسمعك اليوم. They tell me you can sing very well. هم أخبروني إنك تغني بصورة جيدة جدا. That's right. هذا صحيح. Said the bird. قال الطائر. Sing for me. غني من أجلي. Please, رجاء. Said the fox. قال الثعلب. All right. حسنا. Said the bird. قال الطائر. And began to sing. وبدأ بالغناء. You sing beautifully. أنت تغني بصورة جميلة. Said the fox. قال الثعلب. Can you sing from that tree? هل تستطيع الغناء من تلك الشجرة؟ Thank you. شكرا لك. Said the bird. قال الطائر. And flew up. وطار. To the tree. إلى الشجرة. The fox. الثعلب. Picked up the meat. التقط اللحم. Quickly. بصورة سريعة. And ran away. وركض بعيدا. Laughing loudly. بالضحك بصورة عالية. Adverbs of manner. أسلوب ظرف الحال. The bird's song was beautiful. غناء الطائر كان جميلا. هنا beautiful صفة. The bird sang beautifully. الطائر غنى بصورة جميلة. عد ما ضفنا ly للصفة صارت ظرف. الظرف اجتي بعد فعل اللي هو sang. The fox had a loud laugh. الثعلب كان ضحكه عاليا. The fox laughed loudly. الثعلب ضحك بصورة عالية. نفس الموضوع ضفنا ly للصفة صارت ظرف. Adverbs of manner. أسلوب الظروف. Tell us. تخبرنا. How somebody does something. كيف لشخص ما أن يفعل شيئا ما. We add ly. نحن نضيف ly to the adjective. إلى الصفة. To make most of them. لنصنع معظمهم. Be careful. انتبه. Y sometimes change to I. حرف الواي في بعض الأحيان نقلبه إلى I. Example. مثلا. He was angry. هو كان غاضب. He shouted angrily. هو صرخ بغضب. الواي هنا نقلبنا إلى I وضفنا ly لتحويل الصفة إلى ظرف. Different adverbs. ظروف مختلفة. He has a fast car. هو لديه سيارة سريعة. He drives fast. هو يسوق بسرعة. هنا الفاست صفة. هنا الفاست ظرف. ليش؟ لأنه جتي بعد فعل. هنا الصفة لأنه جتي قبل اسم موصوف. She is a good singer. هي مغنية جيدة. She sings well. هي تغني بصورة جيدة. هنا الجود صفة. جت قبل اسم موصوف. نقلبه إلى I. Example. مثلا. الول. He was angry. لأنه هو كان بعد غاضب. فعل. He shouted angrily. هو صرخ بغضب. Good. ما نخلي لها إلى I. إنما شاذنا ly لتحويل الصفة إلى ظرف. تبقى fast. Different adverbs. في حال كانت ظرف أو صفة. ظروف مختلفة. He has a fast car.
هو لديه سيارة سريعة. He drives fast. هو يسوق.